الإخوان فراس كوميسي العمري جروا عليه من واحد المحاضرة في أكادير ولغوا لي واحد المحاضرة واحدة أخرى في سلا. المشكلة ما كانتش هي الأولى، فلرجعنا ل 2021 في الرشيدية رجعوا عندهم بالسيوفة وخرجوهم وجروا عليهم. قال لك جبد يعني السيف سكين كبيرة يعني جنوية كيقولوا حنايا بالدارجة، قال لي وحطها لي على رقبتي وقال لي يا إما غادي تخليني ندوز ولا غادي نضربك. شي هذا خطير بزاف، القضيه فيها تهديد بالاسلحه والناس هاجمه عليهم. اجي باش نوضح لكم الصوره مزيان ونحطكم في الصوره، اجي نرجعوا من الاول باش نفهموا شنو وقع. كنا قد ابرمنا اتفاقا مع الشباب المنظم طلبه من منظمه التجديد الطلابي بفرع الرشيديه، كنا قد يعني اتفقنا معهم بعد طلب من الشباب جزاهم الله خيرا ان تقام ندوه في حول موضوع الشباب والقيم في الكلية متعددة التخصصات بمدينة الرشيدية مع بمعية الدكتور الفاضل أستاذ عبد الغني قزيبر حول موضوع الشباب والقيم. يعني تم الاتفاق منذ أكثر من أربعة أسابيع، ففي غضون هذه الأربعة أسابيع جدت المستجدات فيما يتعلق ببعض الأمور المتعلقة بالشروط الانتقائية لولوج مباراة التعليم وكذا، مما يعني خلف مجموعة من ردود الأفعال في أوساط المواطنين المغاربة المهتمين بهذا الباب. فباختصار الشباب شنو وقع هنا؟ الوقت اللي الداعية ديالنا ياسين العمري جا بغى يقدم هذه المحاضرة في الجامعة في الرشيدية، الحكومة ديالنا كانت دارت واحد الكارثة في ذاك الوقت، خدات واحد القرار بأنه الناس اللي باغين يدوزوا المباراة ديال التعليم إلا كان السن ديالك فوق 30 سنة كيقصيوك من هذه المباراة وما كتدوزهاش. وتخيل معايا جامعة فيها أكثر من 20,000 طالب اللي كيتمنى انه يكون استاذ. ناضت واحد المنظمه ديال التجديد الطلابي عندها فرع في الرشيديه، كانت منظمه واحد التظاهره تما وكتدافع على الحقوق ديال الطلبه. مازيان حتى لهنا غنكونوا واضحين، القضيه شنو فيها؟ ان ياسين العمري في ديك الظرفيه اللي كانت نيض فيها الصداع هذا كامل، ياسين العمري قرر انه يجي يدير واحد المحاضره في الجامعه ديال الرشيديه تحت عنوان الشباب والقيم. هاد المنظمة ديال التجديد الطلابي حست بحل الحكومة راسلة لهم الداعية ديالنا ياسين العمري باش بحل يدير لهم واحد نوع من التمويه او ليسكتهم او لشي حاجة بحالك. داكشي بالضبط علاش بقى فيه الحال. فملي وصلنا احنا للمدينة الرشيدية لقينا ان كان هناك يعني بعض الجهات اللي منظمة بعض الوقفات الاحتجاجية والمسيرات وكذا، احنا غير معنيين بهذه المسألة لان الندوة كانت مبرمجة ومعدة سلفا. فنهار السبت اللي هو الامس دخلنا مشينا صحبة الشباب المنظمين ودخلنا المدرج، مدرج السي بالكلية المذكورة، ودخلنا وكان معية الدكتور قزيبر حفظه الله وبدينا. يعني بدأت الندوة الحمد لله في ظروف طيبة حميمية ممتازة بترحيب من الطلبة وحتى الناس اللي توفدوا على المدرج. كانت الحمد لله الأجواء في أغادة في أمان الله وحفظه، وكانت المداخلة ديال الدكتور قزيبر تقريبا دازت فيها ما يقارب واحد ربع ساعة ولا 20 دقيقة. ثم واحد اللحظة كان تفاجئوا أن الطلبة اللي في الأعلى ديال المدرج في الجهة الخلفية اللي كانوا حدا الباب تيركضوا وكذا، وقع واحد كيبان لك الوجه ديال الطلبة يعني مرعوب والناس خايفين. الأستاذ ديالنا والداعية ديالنا ياسين العمري الله يجازيه بخير ربما بحسن نية كان غادي يسمو ويلقي ديك المحاضرة، ولكن تصادف مع هذيك الفترة بالضبط ديال أن الطلبة كيحتجوا على الحق ديالهم، وهنا الأستاذ ياسين العمري غيلقى راسو في أصعب موقف تخاد في حياته. كيبان لك الوجه ديال الطلبة يعني مرعوب والناس خايفين، مو شي طاح على شي وقع شي شوية الإشكال، وإحنا طبعا ما عارفينش شنو طاري فوق. فحاولنا نهدئوا من الروع ديال الطلبة والحمد لله استكانوا إلى حدود الساعة، باقي ما عارفينش شنو طاري. حدنا كنسمعونا شي واحد يحمل السلاح الأبيض هد الطلبة وكذا، لكن قلت لهم شوف الكلام ديالنا احنا مع ما هو واقع وما نراه، ما شفناش ما كاينش. وديك الساعة البارح باش نهدئوا الروع ديال الطلبة وكذا جلسوا الطلبة استتبت الأمور الحمد لله. فاستأنف الدكتور المداخلة ديالو ريثما ينتهي ونبدأ المداخلة اللي كانت عندي مبرمجة. فما دازت تقريبا أكثر من خمس دقائق فعود تاني ناض الفوضى وكذا، كنقول لهم شنو؟ قال لك أودي راه شي طلبة من شي فصيل قاعدي يساري جاي باغي يدخل عنوة. فقال لهم أودي باغي يدخلوا عنوة، احنا ما عندناش شي حاجة اللي محبوسة، خليهم بغاو يدخلوا.
فمن اللي دخلوا اول ما دخلوا ما جاوا لا عندي هنا لا عند دكتور قصيبر لا عند الجهه المنظمه ولا شيء من هذا القبيل. اللي ما تيعرفش هذه المنظمه الاخوان ديال التجديد الطلابيه واحد المنظمه عندها فرع حتى في الجامعه ديال سطات عندنا، والدور ديالهم هو انهم عندهم واحد الرساله باغيين ياثروا هذا المجتمع ديالنا ثقافيا، بالاخص ان هذه النضالات اللي كدير هذه المنظمه هذو كيكونوا كاملين لصالح الطالب بالاخص في هذه المساله هذه. فكيف يعقل ان الحكومه تاخذ قرار اللي عنده فوق 30 سنه كيتقسم المباراه ديال التعليم؟ علينا الاخوان، هذه الحكومه هذه كل مره كتخرج بقرار. المهم الفكره هنايا هي ان هذه المنظمه ديال التجديد الطلابي كان كيصحب ليها ان الداعيه ديالنا ياسين العمري جاي باش ينسيهم في هذا النضال. انما دخلوا كما يدخلوا، يعني قد الكلمه ليست فيها ادنى مبالغه، كما يدخل من لا ضابط له ولا شرع ولا قانون. يعني كنقولوا بالدارجه الشعبيه، يعني دخل الفيرما ديال البوه تيشوف وعن تتدار عن الطلبة. الكل أول كلمة تلفظ بها قال لهم ودي خرجوا من القاعة، واللي غادي تدوز ربع ساعة وما يخرج من القاعة ما يلوم إلا نفسه. بهذه الطريقة التهديدية، واحد من طلبة من هذوك الشباب يعني إن كانوا من الطلبة يعني لعلهم كذلك بحسب ما قالوا، فجاء عندي واحد فيهم قلت ليه اسمي، قال لي أستاذ، يعني بهذه العمارة، قال لي أستاذ راه ماشي شي حاجه يعني كذا عليك انت ولا كذا، لكن هذه ظرفيه ديال النضال وديال كذا الى اخره. لا اذكر، قلت له ولدي عب شويه بلا ما تغوت، انا جالس حداك، انت جالس حدايا وقول لي شنو كاين. قال لي هذه الظرفيه كذا وانتم الندوه دايرينها. قلت له ولدي راه الندوه مبرمجه منذ 4 اسابيع، فما توقعش انه راه انتم داخلين في واحد الحركه نضاليه. قد نتفق وقد نختلف مع هذا موضوع اخر يناقش في 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 في, في ميدان اخر. باش نكونوا موضوعيين الشباب، الشيخ ديالنا ياسين العمري جاي يلقي واحد المحاضره بحسن النيه، مزيان هذا الشيء من حقه، ولكن الا شفنا الجهه الاخرى ديال المنظمه ديال التجديد الطلابي حتى هذيك الفتره كانت حساسه وكانت كتدافع على الحق ديالها، وهذا الشيء الاخوان اللي تيدور في الراس بزاف. صراحه بغيت نميل لشي جانب من هادو، واش مع المنظمه ولا مع الشيخ ديالنا ياسين العمري، وما لقيت جهد. هادو تيدافعوا على الحق ديالهم، والاستاذ الداعيه ديالنا راه بحسن النيه جاي يلقي محاضره ديالو. المهم انهم ما سمعوش الكلام وناض الهرج الى اخره، فقلنا نحبسوا الندوه حتى. وطلب يعني راه ديال المنظمين والشباب اللي كان حاضر كان يفوق العدد ديال هذوك اللي تهجموا علينا، يفوقهم بكثير. يعني لو مرت المساله الى المشادات بالايدي لكان يعني لاندثر امرهم، لكن طلبة تصرفوا بحكمة جزاهم الله خيرا من المنظمة لهذا النشاط، فتصرفوا بحكمة وقال لك اودي احنا من الغرض عندنا ماشي ان نصير للعنف وكذا، احنا غادي نوقفوا النشاط. قلنا نوقفوا النشاط ما عندناش اشكال، احنا الحمد لله نتاجر مع الله عز وجل، لا انتم الطلبة المنظمين ولا الاساتذة المحاضرين ولا الناس الحاضرين، وعلى نيتكم ترزقون. ثم دازت المسألة بهذا الشكل هذا. ثم في المساء اللي اجتمعت مع الطلبة المنظمين، لان بتنا احنا في مدينة الرشيدية، جلست معاه فالتقيت بالطالب قال لي استاذ انا كنت في الباب من اللجنه المنظمه، وفي الاول من بغينا نحبسهم قلنا لهم راه الناس اللي على برا ما لقاوش فين يدخلوا لان المدرج كان مملوء عن اخره، والندوه الحمد لله عرفت اقبالا كبيرا. حضرت تبارك الله استاذ من العيار ديال الدكتور قزيبر المشهود له بالعلم وبالخير وبالنصح، فاكيد انه غيكون عنده اقبال كثير. والموضوع ديال الندوه ايضا كان يهم عموم الناس والشباب على وجه الخصوص. فقال لي ودي راه ملي منعناهم قلنا لهم لا ما عندكمش فين تدخلوا، راه الناس اللي باغيين المحاضره ما لقاوش فين يزيدوا، عاد باش نتوما اللي باغيين تشوشوا عليها. قال لك جبد يعني السيف سكين كبيره يعني جنويه كيقولوا حنايا بالدارجه، قال لي وحطها لي على رقبتي وقال لي هي اما غادي تخليني ندوز ولا غادي نضربك. الشاب يعني راه تبارك الله من الناس الرشيديه معروفين بالشجاعه ديالهم. فقال لي ودي راه ما عندكش القدره انك تضرب، ما تقدر تضرب ولا حتى شي حاجه. هذا الشيء خايب بزاف الدراري، وصل لواحد المرحله كنسميوها البساله. كيف يعقل ان طلبه يجيو يتجمعوا على الاستاذ والداعيه ديالنا ياسين العمري وبالاسلحه البيضاء اللي غيضطروا ان البعض يهرب والبعض يخرج؟ المهم الاخوان، بالحكمه اللي كاينه عند الشيخ والداعيه ديالنا ياسين العمري، قرر انه يغادر هذيك المحاضره على امل انه يجدد اللقاء مع الطلبه هذو في شي وقت مناسب اخر. المهم الشباب، الشيخ ان ياسين العمري قدر انه يمشي وما جرى ليه والو، كنحمد الله وكنشكروا على هذا الشيء. ولكن غير دابا مؤخرا واحد الاسبوع الى رجعنا اللور، تلغات واحد المحاضره مهمه عنده في اكادير. السيد كيف ما العاده مجد المحاضره ديالو غادي يقدمها قدام واحد الطلبه ديال المدرسه العليا للتربيه والتكوين، فاذا به كيتفاجئ ان هذه المحاضره هذه تلغات. علاش؟
الله اعلم. القضيه الشباب بدات كتكبر بزاف، ولكن الا رجعنا لواحد السؤال مهم، الاستاذ ديالنا ياسين العمري هذه المحاضره هذه اللي كان جاي باغي يدير في اكادير ديالاش، فغلقوها كتكلم على القيم في مهنه التدريس، واحد الموضوع اللي مهم بزاف للطلبه، فعلاش غيمنعوا ليه هذه المحاضره هذه؟ السيد ما غاديش يهضر في غلاء الاسعار، وما غاديش يهضر لهم في البيضه اللي ولات ب 40 ريال، وما غاديش يهضر لهم على الشركات ديال افريقيا ولا الشركات ديال البترول الاخرى، والله ما عرفنا السيد هذا واش تيحاربوا ولا ما تيحملوش، ما بقينا فاهمين والو. وعاد زيد على هذا الشيء خرج لنا واحد الاستاذ من نفس الجامعه ديال اكادير سميتو هشام الخليفي، قال على ان الجامعه هي واحد المكان ديال العلم، وبان ياسين العمري ماشي من اهل العلم، ياسين العمري هو مؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي. وصراحه انا الاخوان هادشي قاصح بزاف وكنحسوا بان الدق كاين تما. عاد زاد قال ليه بانه الا كان داعيه متطوع فبلاصتو في المساجد ماشي في الجامعات. وعاد زيد الا بغيتي دير واحد المحاضره في الجامعه فخصك تكون مؤطر من واحد الباحثين اللي مشهود لهم بالكفاءه في المجال ديالهم. المهم الشباب هادشي بزاف، وصراحه حنا الاستاذ ياسين العامري عزيز علينا بزاف، السيد محبوب بزاف وقدر يدخل لقلب اي واحد مغربي، الاداب الخلق الكاريزما اي حاجه كتلقاها في هذا السيد. ولكن للاسف كنشوفوا ان القانون المغربي دائما كيشترط انه يكون واحد الترخيص الا بغيتي دير واحد التظاهره او واحد المحاضره. وهذا الشيء الشباب هو اللي غيخلينا نتفاجئوا بزاف، هو ان السلطات المعنيه في هذيك المنطقه ما عطاتش الترخيص للمحاضره اللي غيدير لنا الاستاذ ياسين العامري. واش كاينه شي جهه اللي كتحارب ياسين العامري او كاين شي جهه اللي كتحارب الاسلام بصفه عامه؟ ما عرفناش والله ما عرفنا. المهم هذا السيد هذا كنبغيو بزاف وغنبقاو ديما تنبغيو، سواء بغاو الناس او لا بغوش، فالسيد كاين في القلوب ديالنا. فكنتمنى الاخوان تكتبوا لنا في التعليق لتحت شنو بان لكم في هذه القضيه، وتاكدوا انكم مشتركين في القناه، وما تنساوش واحد جيم بارطاجيو مع اصحابكم. نشوفكم فيديو جاي، تهلاو. وتفرج معك في هذا الفيديو غيفيدك بزاف.